احنا هنا كنتواجدوا في شاطئ الدليا. شاطئ الدليا يعتبر من اجمل الشواطئ في المغرب، الحاصل على اللواء الازرق للمره الرابعه على التوالي. احنا نحن هنا عندنا مرفق خاص بالاشخاص ذوي الاعاقه، كنهتموا بهم من الدخول ديالهم حتى الخروج ديالهم. عندنا اليات مختصه في الاشخاص ذوي الاعاقه، عندنا اليات محركه كنسب اليات سباحه كيتسبحوا كي. عندنا مرفق خاص لتحت يعني باش يلقاو كامل الراحه ديالهم كاملة العطله الصيفيه ديالنا. جنانا مرحبا بهم في اي وقت. هذه المبادره مجانيه بالنسبه للاشخاص المعاقين كيفما كانت حالته. مرحبا بكم في شاطئ الدليا، الشاطئ اللي كيتميز بالكثير والعديد من المرافق، ومن بين هاد المرافق اللي كنحاولوا اننا نركزوا عليها هما مرافق ذوي الاعاقه، بحيث خصصنا هذه السنه وكما السنوات الفارطه فريق خاص مؤهل اللي كيساعدهم طيله اليوم. هناك باساج خاص بهم وكراسي متحركه، كذلك مكان للسباحه وباش يقضي وقت ممتع ومتميز هنا في شاطئ الدليا. هناك كذلك مرحاض خاص بهم. الهدف من هاد المرافق هي اننا نوفر الظروف للجميع بدون استثناء، سواء للناس العاديين او للناس ذوي اعاقه، لان الناس ذوي اعاقه هم بحال الناس العاديين، حقهم ان يعيشوا الظروف الممكنه والمتاحه داخل شاطئ الدليا، شاطئ الرمال الذهبيه. احنا فريق مركز الصحة، أول حاجة كنعملوها ملين كيوصلوا عندنا كينسق معنا فريق ذوي الإعاقة اللي كيهتم بهم، يدخلهم كاين كراسي متحركة كيدخلهم الباركينج حتى للشاطئ كياخذ راحته. إذا بغى يتوجه للمرافق الصحية هما اللي كيكونوا معاه، كذلك في السباحة طبعا مع المنقذين السباحة اللي كيشتغلوا في هنايا في الشاطئ. كندخلوا في حالة ما إذا جاتهم شي كريز أو لا تعرضوا لشي إصابة معينة. Thank you.